هل شعرت يوما ما بأن مظهر سيارات الهامرز غريب نوعا ما؟ فهي في الأصل عربات عسكرية مخصصة للجيش، ولكن كيف تحولت لسيارات عادية تتجول في شوارع المدينة؟ السبب في ذلك هو الممثل الشهير أرنولد شوارزنجر، فأثناء تمثيله في أحد الأفلام الحربية رأى عربات الهامفي العسكرية المخصصة للجيش الأمريكي، فأعجب بها جدا وقرر أن يسعى لامتلاك واحدة منها، ولكنه صدم عندما علم بأنها للجيش فقط، فسعى مستخدما علاقته ومعارفه إلى السماح بها للمدنيين، واستطاع أن يؤثر على الشركة المصنعة ويقنعهم بإنتاج نسخة مدنية منها أطلق عليها اسم هامر، وأول سيارة من خط الإنتاج كانت لأرنولد. والأغرب أن أرنولد قام بنفس الأمر مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع دبابة قديمة أصر على امتلاكها، حتى أقنع الحكومة بمنحه ترخيصا لقيادتها بالمدينة بعد إزالة الأسلحة منها. خلال خمسينيات القرن الماضي وقبل اختراع اختبار الحمل بشكله المعروف حاليا، كان على السيدات الراغبات بإجراء اختبار الحمل أن تذهبن إلى الطبيب لأخذ عينة من البول وترسل إلى مختبرات بها نوع من الضفادع يعرف بـ African Cloud Frog، حيث يتم حقن إناث الضفادع بالبول وينتظرون النتيجة، فإذا حدثت إباضة لدى الضفادع في اليوم التالي تكون السيدة حامل، وذلك لأن هرمون الحمل لدى البشر يسبب الإباضة لدى هذا النوع من الضفادع. في عام 1986 قامت امرأة فرنسية تدعى نادين بتلقي دروس في تعليم قيادة الطائرات الهليكوبتر لمدة 6 أشهر، ومن ثم استأجرت طائرة لتحلق فوق سجن لاسانت الفرنسي لتقوم بتهريب زوجها من داخل السجن. أعلن مليونير برازيلي أنه سيقوم بدفن سيارته الفاخرة معه بالقبر، وهو الأمر الذي أثار تحفظ الملايين على الإنترنت، كونه سيدفن شيئا عالي القيمة ولن يستخدمه بعد وفاته. وبعد ردود الأفعال الغاضبة والساخرة، أعلن المليونير تشيكونو سكاربا عن خدعته التي تهدف للتوعية بشأن التبرع بالأعضاء بعد الموت، قائلا: الناس تدفن معها أشياء أكثر قيمة من السيارات، ولكن لا أحد يهتم. الطفل الهندي أدموند توماس كليند فاز بمسابقة المواهب في الرسم تحت سن 18 عام وهو في سن 5 سنوات فقط، وكان يرسم وهو بعمر 2 فقط. توفي أدموند بعمر 7 سنوات فقط بعد أن ترك مجموعة ضخمة من الرسومات المذهلة التي يصعب أن تتخيل أنها خرجت من خيال طفل في 5 من عمره. 99% من الشعب الكوري لديهم طفرة جينية تدعى EBCC11، مسؤولة عن تغير تركيبة العرق الذي يفرزه الجسم، بحيث لا تنتج أجسادهم رائحة كريهة أبداً، علماً بأن 2% فقط من شعوب أوروبا لديهم هذه الطفرة الجينية المميزة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.